موجود في تلك الفترة، وطبعا حضرت بدعوة من مكتب رئيس وزراء للاجتماع اللي كان فيه وأعلنوا عنه حقيقة. أنا كنت ممثل على الإيزيدي، وطبعا هذا إشكالية تحسب أحيانا علي، وإشكالية لا يفهمها بعض كثيرين من الشارع سواء السياسي العراقي أو غيره. زي. تحدث لك ابتداء الاتفاقية كانت أول بوادرها في سنة 2018 في نهايات حكومة السيد عادل عبد المهدي، وكانت عمليات ترتيبها موكلة إلى السيد فالح الفياض، وكانت عبارة عن عمليات ترتيب إلى ذلك. أصبح هناك أحداث تشرين، كانت الأمم المتحدة والدول الداعمة والصديقة للقضية الإيزيدية ترغب، اسمحني، ترغب بأن يحل بلف الإيزيدي. وكانت ثلاثة قضايا مهمة: الإعمار، النازحين، الإدارة. هذه كانت الأمور، أوكلت إلى السيد المستشار في ذلك الوقت سيد فالح الفياض بعمل ترتيبات. ولكن جرت أحداث المظاهرات تشرين، ثم بعد تشرين جاءت كورونا تبلور. علاقة السيد الكاظمي كانت مرتبكة سياسيا مع بعض الأطراف الموجودة سواء في سنجار أو في بغداد أيضا. عندما دعينا إلى هذا الاجتماع، أنا شخصيا دعيت إلى هذا الاجتماع، كنت ممثل عن الإيزيدي. نعم. أنا اعترضت على الاتفاق ابتداء. أنا جيت أمامي شفت موقع اتفاق موقع من قبل السيد ريبر أحمد وزير الداخلية، والسيد حميد الشطري ممثل عن مستشارية الأمن الوطني. هذه أتحدثها طبعا لأول مرة أنا أتحدث هذه الأمور. أنا سألت، طبعا أنا رجل مو من سنجار، تمام؟ أحيانا تعرف تكون جزئية معينة. فقلت هذا الاتفاق في رؤيتي أنا ما أيده، باطل، وهذا الاتفاق أشوفه بإرباك. هل سألت سؤال كان موجود السيد الكاظمي، هل طبعا تحدثت عن المقاومة الإيزيدية وتحدثت عن الشهداء، وقلت وما زلت أقول لا يمكن أن تعاد المعادلة ما قبل 2014 إلى ما بعد. بحضور من للتاريخ هذا؟ بحضور الكاظمي، السيد الكاظمي كان، والسيد ريبر أحمد. نعم. والسيد خالد شواني ممثل الاتحاد الوطني. أوكي. والسيد ريبر أحمد كان ممثل البارتي. أوكي. وكان وزير الداخلية. والسيد المستشار فالح الفياض، لا المستشار كان السيد قاسم العرجي. ومحافظ نينوى سيد نجم، وكانت أيضا سيدة جنين بلاسخارت كانت حاضرة. فأنا سألت هل أخذ رأي الإيزيدين؟ قال نحن أخذنا رأي الإيزيدين في سلسلة من الاجتماعات. طبعا أنا من عدة جهات يقولون هذا الموضوع، إحنا جلسنا فقط. أوكي. ما هو شكل الاتفاق هذا؟ الاتفاق كان في ثلاث محاور. إيه؟ الإدارة. إيه؟ مستقلة. أوكي. وكذا عمليا الآن. إيه؟ طبعا خلي بس أريد معترضة. إيه؟ طبعا أنا تعرفت إلى هجوم من قبل كثيرين. إيه؟ سواء طبعا كانت انتخابات مبكرة وكذا، تعرضت إلى هجوم من كثيرين باعتبار أنه أنا طرف بالاتفاق، وأنا تعرف سلطة تشريعية لا يحق لي توقيع. إيه؟ سلطة تشريعية لا توقع. نعم. ولو توقيع أنا لم أوقعه، وقع طرفين تنفيذيين اللي ذكرتهم قبل الآن. فطبعا قلت للمكتب رئيس وزراء أنا راح أجيب وفد إيزيدي، وجبت وفد إيزيدي من كل الأطراف السياسية والشعبية إلى الاجتماع، وحضر الاجتماع واستمر الاجتماع. طبعا اعترضوا أخوة اثنين كانوا من الأخوة اليبجة اللي موجودين في هذه المرحلة.